وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. بعد التحية، يعني دور تاريخي تطلع به مصر إزاء القضية الفلسطينية، كيف انعكس ذلك على مواقف مصر تجاه الأشقاء ليس فقط منذ التصعيد الأخير وإنما على مدار عقود؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المشاهدين. بالتأكيد الموقف المصري ثابت، وأيضا موقف ولد مع هذه أو مع ميلاد هذه القضية. وفي الحقيقة أن الموقف المصري عبر العقود لم يتغير، بل أن الموقف المصري في الحقيقة أيضا يتطور بتطور إيجابي مع تصاعد الأحداث. ورأينا المسارات السياسية والإنسانية بتسير بشكل متوازي في هذا الإطار، سواء على صعيد إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتفعيل الدور الدبلوماسي والسياسي لحل هذه القضية التي تعتبرها مصر في الحقيقة هي القضية المركزية والقضية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط، أو طبعا على صعيد الإطار الإنساني. وحتى في هذا الإطار استحدثت مصر آليات عمل جديدة. نحن لا نتحدث فقط عن الحرب الأخيرة أو عن الأزمة الأخيرة، ولكن حتى في الحروب السابقة كانت مصر يعني حاضرة وبقوة إنسانيا وسياسيا. لا ننسى أن مصر صاحبة المبادرة الأهم فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وأيضا يعني طوال الوقت بتفتح المعبر و بتدخل المساعدات على مدار الساعة. وهذا الدور في الحقيقة استمر حتى في ظل أصعب الظروف وفي ظل يعني اشتعال الحرب المستعرة الآن من الجانب الإسرائيلي تجاه المدنيين والأبرياء والأطفال في قطاع غزة. ومصر منذ اللحظة الأولى لم ولن تغلق المعبر، بل ضاعفت مجهوداتها وحجزت الرأي العام الدولي لمساندة الدور المصري في إدخال المساعدات. وهنا نتحدث في الحقيقة عن ملحمة مصرية حقيقية بتبرز منذ بداية هذه الحرب، حيث أن القيادة السياسية المصرية طبعا وجهت بإرسال المساعدات. وأيضا رأينا المجتمع المدني، الشارع المصري، حتى المواطن المصري، الجميع في الحقيقة بيدعم فكرة إدخال المساعدات. ويعني حشد المساعدات مطار العريش تم تسخيره لاستقبال المساعدات، يعني مخزن لوجستي ضخم للغاية داخل مطار العريش يستقبل كافة هذه المساعدات. رئيسة الصليب الأحمر يعني بالفعل. ولكن على الرغم من ذلك، جيش الاحتلال الإسرائيلي بيتفنن في عرقلة دخول المساعدات لقطاع غزة، ومصر تضغط دائما لدخول الشاحنات للأشقاء. إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يضغط على الاحتلال لمنع الإبادة الجماعية تجاه الأشقاء الفلسطينيين؟ يمكن عرقلة الاحتلال لإدخال المساعدات أصبحت واضحة وضوح الشمس للمجتمع الدولي. يكفي أن نرى مظاهرات يعني عند معبر كرم أبو سالم من يعني الإسرائيليين وهم يحاولون عرقلة دخول الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، أيضا قصف المعبر 4 مرات من قبل، وغيرها من يعني خطوات تتخذها أو يتخذها الجانب الإسرائيلي طوال الوقت لعرقلة دخول المساعدات الى قطاع غزه. وبالتالي الجميع اصبح يدرك ان الجانب الاسرائيلي يعني هو من يعرقل المساعدات. محكمه العدل الدوليه نفسها اقرت ان الجانب الاسرائيلي يعرقل المساعدات، وفي قراراتها يعني حثت الجانب الاسرائيلي على عدم عرقله دخول المساعدات. وهنا اعتراف رسمي من محكمه العدل الدوليه ان الجانب الاسرائيلي هو من يعرقل دخول المساعدات، بل ان هناك تصريحات رسمية ومن مسؤولين إسرائيليين يتحدثون عن عدم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي المجتمع الدولي عليه أن يتحرك ويضغط بشكل أكثر على الجانب الإسرائيلي الذي يحاول أن يخير المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ما بين الموت جوعا أو الموت قصفا. وهذا في الحقيقة أمر يؤكد أن الجانب الإسرائيلي يعني يمارس إبادة جماعية ويمارس يعني حرب وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين والأطفال في قطاع غزة. وبالتالي أنا أعتقد أن الدور الدولي يجب أن يكون أكثر قوة الآن في الضغط على الجانب الإسرائيلي، خصوصا أن هناك قرار من مجلس الأمن لا يمكن أن ننساه صدر ليلزم الجانب الإسرائيلي أيضا بإدخال المساعدات. وهذا أيضا القرار اعتراف أممي مهم للغاية أن الجانب الإسرائيلي هو من يعرقل المساعدات. إذا ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ ولماذا لا نرى إدانات من المجتمع الدولي بشكل واضح وبشكل صريح لما يقوم به الجانب الإسرائيلي من انتهاك لهذا الأمر وعدم إدخال المساعدات وعرقلة دخول المساعدات؟ أعتقد أن يعني من يساعد الجانب الإسرائيلي على عدم إدخال المساعدات فهو يعني شريك أصلي في الجريمة التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي. وعلى المجتمع الدولي أن يساند الجهود المصرية البناءة، والتي في الحقيقة هي الجهود الأبرز. 80% من المساعدات النافذة إلى قطاع غزة هي مساعدات مصرية. بالضبط. مصر لديها الآن أكبر مجمع للإغاثة أو مخيم للإغاثة داخل قطاع غزة. إذن لا يمكن أن نتحدث عن أي من المزايدات على الدور المصري.
بالفعل وضحت الصورة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف.